البشر فاكرين إن القلوب قادرين على عشق والأحلام مع إنهم مساكين. رايحين لفين مع مين؟ عايشين ومش عايشين؟ سؤال يا قلبي وناسي، هو احنا بني آدمين؟ فتحنا طائف أمل سدوا بألف داروا الخيمات بجمل فجل ملوش نهار. لو نضمن نموت ولو سكتنا عار. فتحنا طائف أمل سدوا بألف داروا الخيمات بجمل فجل ملوش نهار. لو نضمن نموت ولو سكتنا عار. إياك تخاف وتنام، اصحى الحياة أحلام حققها مهما يكون لسه الأمل قدام. نرجع نكون عايشين وننسى حزين. لو النهاردة قاسي أجمل سنين جاي. فتحنا طائف أمل سدوا بألف داروا الخيمة ربى جمل فجل ملوش نهار. لو نضمن نموت ولو سكتنا. أنا وصلت له مرتين، كان في إيدي. أنت دكتور، ما ينفعش ترفض الدواء. إنسان في الحالة دي بتبقى مشاعره مش حقيقية. أنا رأيي من رأي حضرتك. أنا واقفة في ملك الحكومة يا حبيبي. طب الحكومة بتقولك ما تجيش هنا تاني. إزاي تخلي واحدة زي دي تخش بيتي ويشوفوها بناتي ويعرفوا إن هي على علاقة قذرة بأبوه؟ كلكم عايزيني أرجع زي ما كنت، بس أنا مش قادر. أستاذة، أنت لا عبد الغفار؟ أيوه. في إيه؟ اتفضلي معانا. معاك إذن نيابة؟ اتفضلي. أنا عندي إيه يا دكتور؟ تلف في المخ ملهوش علاج، وكل وظائف المخ هتضعف بالتدريج. أصعب حاجة في الدنيا إن أنت تحس إن في حد بيقهرك من غير أي سبب. شقة خالد البنا هتتسرق بعد نص ساعة. أنا أخرج من هنا؟ سليم. القوات تحت العمارة جاهزة للتعامل معاك. أنا كده كده ما عنديش حاجة أخسرها. باشا باشا أنا هخرج من هنا، أنا ما بهزرش. أي حركة غدر أنا هخلص على طول. ما
بص قدامك. ما تأذينيش. خد اللي انت عايزه. خد اللي انت عايزه. اخلص. اخلص خالص. هو اللي انت عايز ايه؟ هو انا هعمله لك. انا كل اللي انا عايزه ما اسمعلكش صوت خالص. انت فاهم ولا لا؟ بس يا بنت. راسي. دوش شوية عن كده. ما تقربش منه نهائي، مش عايزين يحس ان احنا قاطرينه. احنا لقينا العمر ابو. ما تقلقش. ما عندوش سبب يخليه يأذيهم، احنا نفذنا له كل اللي هم عايزينه. لا بس حط ببالك الواد ده مريض نفسي ومسلح، يعني ما تضمنش رد فعل عباية. طبعا. عشان كده بقول لك ما تقربش. مش عايزين يتعصب. بقول لك ايه؟ اقف انا عايز انزل هنا. ما توترنيش. انا عايز اركز. ايه يا عم ما سمعتش بقول لك اقف عايز انزل هنا. ما توترنيش انا عايز اركز. مالك انت؟ اقف زي ما انت عايز. خد اللي انت عايزه. باشا رسمي خميس شغال دليفري طلبات بوديه طلبات بقالي فتره كبيره على شقته وعارف هناك كل المسخره والهلس اللي بيحصله هناك وانا محتاج فلوس والله فقلت انا اولى بالنص مليون جنيه واروح اشوف ايه هناك بس مش اكتر من كده بعدين ولا اي حاجه ببص لقيتكم وراها على طول والله العظيم ايه كمان مش فاكره هو ده بس كل اللي اعرفه يا باشا متاكد بسلسل بسلسل اللي جوه الصرف كان فيه بوستر بوستر؟ اه فين البوستر ده؟ معايا اهو في ظهري في ظهري اسمع انت وده ايه بقى ان شاء الله؟ ده لغز جديد اه وحله بقى ان احنا نعرف اصحاب البراويز الفاضيه قبل ما يقتلوا هو اشتغل لنا ودول نعرفهم ازاي؟ او كاتب على فيش ولم يتركوا منكرا الا وفعلوه. اللي هو حافظ. ايوه يا فندم. ايه الاخبار؟ كله تمام سيادتك. قبضنا على الولا وحررنا الرهينه. اديني عمر. انا عارف انه جنبك. عايزك. الو يا فندم يا عمر انا مبسوط من اللي انت عملته النهارده تعال استلم شغلك انا رجعتك مكانك ايه قول لي مبروك بجد مبروك عاش انت اللي زقتيني عليه وخليتيه يحبني وانا دلوقتي اللي بقول لك ابعدي اسفه يا دكتوره لو عايزه تقطع العلاقه اللي بيني وبين جوزك قولي له هو يقطعها. لكن انا ما اقدرش ارفض عرضه. صبري مش متزن. مش عارف هو بيعمل ايه. فرصتي. انا استحملت قرفه كتير. مش كتير عليا ابقى حرم الدكتور صبري. بس! انا مش جايباكي هنا تحكي لي احلامك. وماله؟ ما تسيبيني احلم. مش على حساب كرامتي. وكرامتي انا يا دكتوره. ما فكرتيش فيها؟ وانا بدي روحي للراجل قد ابويا؟ دفعت لك الثمن. الكرامه ملهاش ثمن. بالاذن يا دكتوره. اقفي هنا ما بقيتش تخوفيني على فكره راحت عليكي عجزتي هسجنك هسجنك يا سعاد لو اتجوزتي صبري هسجنك وانتي عارفه اني اقدر ساكتة ليه؟
مبروك. بتقولي يا مجان نفسي ليه؟ قصدك تقول ان انا قللت الذوق؟ ليلى ما قلتش كده. مش هستناك لما تقول. دي جايه تتخانقي؟ مش طايقه لي كلمه واقفه لي على الواحده، في ايه؟ دي يمكن مجنونه. انت عايزه تتخانقي. امشي يا حسن. انا فعلا ما كانش لازم اجي. في ايه؟ انا كل ما احاول اقرب منك تبعدي. اتكلمي يا ليلى، في ايه؟ حد يكلمك يا مامي؟ لا يا حبيبي خالص. هو انت لو اتجوزتي حد تاني هتسيبيني؟ مين قال لك الكلام ده؟ بابا. لا يا حبيبي، انا مش هسيبك ابدا ومش هتجوز حد تاني. صباح الخير. وانت من الاخر. كلمت لك حافظ وشكرته. عمر انت معايا؟ ها؟ تتعشى معايا ولا ايه؟ لا ما يعنيش نفسي يا بابا. مالك؟ في جديد في حياتك انا معرفوش؟ يعني انت في حاجة بينك وبين ليلى المحامية؟ مش عارف يا ست اللواء، بس دي أول مرة بحس نفسي مشدود فيها الواحدة بالشكل ده. يعني طبيت؟ ممكن تقول كده. وهي بتحبك؟ يعني يا بابا عايز نصيحة راجل عجوز، ما تندفعش في مشاعرك قوي. الاندفاع في المشاعر في بداية العلاقة خطر، لأنه بيجردك من أهم أسلحتك العقل، وانت محتاج عقلك خصوصا مع واحدة زي ليلى. يا سيادة اللواء، الحب أسهل من كده بكتير. لا ده حب البلكونات والمشاورة من البلكونات وتشغيل أغاني عبد الحليم حافظ وكده يعني، إنما ليلى دي حاجة تانية خالص. ايه الفرق بينها وبين اي واحدة تانية؟ ليلى جواها مرارة من تجربتها الاولانية، بتتحكم في اي حد يقرب بمشاعره ناحيتها. انا مش ضدها، بس انا خايف عليك. انت حياتك صعبة ومش محتاجة اي تعقيد. الو يا ليلى. انا اسفه يا عمر، انا كنت قللت الذوق. ما تقوليش كده، المفروض ما سيبكش تمشي وانت متضايقه. كلمته بس قال لي ملوش اي علاقه بيها. وتفسيره ايه لوجودها في شقته؟ قال لي اساليها. وسالتيها؟ موبايلها مقفول. الو يا جيهان، انتوا بتركزوا على التفاهات، انا بحاول انبه الناس وانتم بتلوهم باي كلام فارغ وتبعدوهم عن التفكير في المشاكل الحقيقيه. على فكره انت فقدت تعاطف الناس معاك بعد ما قتل اللواء صالح، ما بقتش ادهم الشرقاوي. ايه يا جيهان، انت بتحاولي تستفزيني؟ انا اسفه بس انا يعني بحاول اوصل لك الكلام اللي بيتقال في الشارع. طب افتح الايميل بتاعك. ايه ده،
كل واحد من اصحاب البراويز دي جمع ثروه بالمليارات، مفيش فيها قرش حلال. انا هديهم فرصه انهم يتطهروا ويتنازلوا عنها للناس. طب ولو رفضوا؟ هو ده اللي عندي يا شيهان. سلام. كل اللي تابعته من معلومات داخلية أو من الصحافة، سواء حوادث أو قضايا فساد أو منازعات، على مدار 20 سنة اللي فاتت كان دايما جانب الشر متصل بشكل ما بخالد البنا واللي زيه. مظبوط يا فندم، ودايما كنا بنفشل في إدانته. احنا قدمناه للمحاكمة أكتر من مرة، وكل مرة كان بيطلع براءة، وإعلانات التهنئة كانت بتملى كل الجرايد لانه مستف ورقه كويس. بس كل الناس عارف انه حرامي. مفيش خلاف على قذارته يا عمر. المره دي اختيار المجرم ليه في محله. المجرم ده عايز يظبط شعبيته، عشان كده اختار رمز من رموز الفساد وبيحاربه. المجرم دايما سابقنا بخطوه، احنا عايزين المره دي بقى احنا اللي نسبقه. احنا بينا وبينه طار، مش لازم نسيبه. الكلب ده قتل اللي هو صالح بدم بارد. انا مش بس افزكم، انا بحذركم. اللي بيننا وبين دلوقتي بقى حسب شخصي. انا لازم امشي، عندي مشوار في شهر العقاري، وبعد كده هعدي على احمد اجيبه من المدرسه. ليلى. نعم. انسي الكلام اللي قاله ابو عمر، مش عايزاه يضايقك ولا يهز ثقتك بنفسك ولا ياثر على علاقتك بعمر. هو ما قالش غير الحقيقه، بس الحقيقه ساعات بتوجع. ما بترديش على موبايلك ليه؟ ده واحد بيعاكس، كل شويه يكلمني من نمره مختلفه. انا متاكده انه هو مش عايز ارد عليه. انا لازم امشي. في ايه يا ليلى؟ الرساله دي فيها ايه؟ مفيش حاجه يا ريم، مفيش. يلا باي. باي. سيبيني بقى من عزة دلوقتي، أنا عايزك في موضوع. عايز إيه؟ عايز أجوزك يا شوشو. إيه؟ صعبت عليك وعايز تفرحني قبل الموت؟ محدش عارف مين هيموت قبل مين، وأنا بحبك يا شوشو، بحبك وعايز افضل معاك اليومين دول، ما اسيبش بعض ابدا. عارف الكلمتين دول لو كنت سمعتهم قبل امبارح كنت هبقى اسعد انسان في الدنيا، لكن دلوقتي ربنا زي ما خلق المرض خلق الشفاء. انت بتضحك على نفسك.
زي ليه؟ احنا اللي زينا كتب عليهم يعيشوا ويموتوا وهم متعسين. هو احنا كفرة؟ معرفش معرفش. خليها تتدبل. لو مش عاجبينك لازم تغيره. فين عزة؟ عزة عند هشام المصري. ليه؟ حرام عليك يا شوشو. فهميني. حرام عليك. فهميني بس. فهميني عني. ضيعت ساعة عمري كله على الفاضي. انت حلوة قوي. بشرتك ناعمة قوي. مالك؟ مفيش. ازاي شكلك تعبان؟ في ايه؟ رد عليا. شكلك تعبان. مفيش. ازاي رد عليا؟ رد عليا. في ايه؟ يا لهوي دي مصيبة. ايه السودة دي؟ اعمل ايه؟ عايز تقف هنا ليه؟ ايوه هنا تمام. اصل عيد ميلاد عايده النهارده، هنزل اجيب لها هدية. كل سنة وهي طيبة. وانت بالصحة والسلامة. طب ما تيجي معايا كده خد رأيك. لا معرفش ذوقها. انت انزل بس بسرعة. ماشي. طب بقول لك ايه؟ معكش فلوس؟ اصل اخوك مزنوق على الآخر. بس عايز كام؟ حلوين دول هاتهم كلهم. اتفضل. انت صدقت ولا ايه يا معلم؟ انا بهزر معاك. انت دمك تقيل جدا. احنا نزودهم لك بسرعه بس. عشان اتكلم معاكي. انا عندي حصه، انا مش فاضيه. اوكي هستناكي. تستناني ايه؟ ما ينفعش. وبعدين ما تضيعش وقتك، مفيش حاجه بيننا نتكلم فيها. لا في اي غلطه في الدنيا مهما كان حجمها ممكن تتصلح. غلطه؟ انت بتسمي اللي انت عملته ده غلطه؟ سميها زي ما تسميها،
بس ده مش هيغير اي حاجه من حبي ليكي انتي والولاد. انا ممكن اقبل اي حاجه الا الخيانه. ما هو موضوع انا مش قادره اسمعك، من فضلك امشي. لا مش همشي، مش همشي قبل ما اقول كل اللي انا عايز اقوله. اسكت. في حاجه عايده؟ عايده انت ايه اللي دخلك كده من غير استئذان؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ دخلت هنا ازاي؟ مباحث، والمباحث تعمل عندنا ان شاء الله. اتفضل دلوقتي وما تخش تاني من غير استئذان، انت فاهم؟ يا بنت عزك اركب بس. معرفش يا بيركو، الراجل كان كويس قوي، فجأة لقيته حاطط ايده على صدره وعمال ينهج، مرة واحدة ما حطش منط. ودي اللي جاب لكم طرافة. اهدى يا باشا، 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 بالراحة بلاش فضايح. فضايح؟ بعدين سايبهم يعملوا فيا تكوين فضايح؟ مش هنا يا ناصر. مش هنا، مش همشي غير لما اخلص كلامي معاها. ولا انا جاي اقول لك كل سنة وانت طيبة؟ كل سنة وانت طيبة. ما ترديش عليا يا ليلى، هزعل. انا اللي حدد امتى وازاي اللي بناتي. عايز ايه؟ جايب لك شغل. مجموعه البنا طالبه محاميه، انا بعت لهم السي بتاعك. خالد البنا بنفسه هيكون في انتظارك الساعه 3 الظهر. مستحيل، ده انسان قذر ولا يمكن اشتغل معه، وبينه وبينه مشاكل. هتنفذي اللي بقول لك عليه يا ليلى. سلام. شهيرة، 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 خالد البنا نقرره. ما رضيتش تسمعني، ما عملتش حساب عشرة 15 سنة. روح امتحن، ولع في نفسك، مش انت اللي خدتها. طالما مش قادر على بعضها بتخونها ليه؟ يا عم انت شمتان فيا ولا ايه نظامك بالظبط؟ انا ما بحبش الندب. طالما انت مش قدها تعمل كده ايه؟ تصدق انت بلسم الحزين. اي واحد عنده مشكلة هيقعد معاك هيكره عيش اللي جابه أهله. أنا عايزك تفوق لنفسك، لسه ورانا شغل كتير. برضه هلاقي طريقة خليها تسمعني. يا ناصر أنا قلتلك ما بحبش الندم، ركز في الشغل. خالد البنا أكيد بيعرف أصحاب البلاويز الفاضية مين، وأكيد في خيط بيربط بينهم، عايزين نوصل له وده شغلنا. قلبت عليها الفيلا، لا لقيتها ولا لقيت المصري. راح فين؟ جناني طلب له الاسعاف. يا لهوي، طب والشنطه؟ سالته عليها لقيته بيحاور في الكلام. هي شهيره فين؟ معرفش، رجعت من بره ما لقيتهاش. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح، يمكنك. تليفونها مقفول. هي اختك مش عارفه الحاله اللي هي فيها، هي عايزه تموت نفسها. شهيره شكلها مش هترجع يا برجو. ليه؟ مش عايزه
عايزه تبقى قالة على حد. هو انا هكلي بيها؟ شهيرة تعودت تدي، واللي تعود يدي صعب قوي يمد ايده لحد. طب هي خدت هدومها؟ لا، حاجتها جوه زي ما هي، حتى كاسة الدواء ما خدتهاش. البنت دي شكلها عايزة تموت نفسها، مجنونة. أنا تعبت، اللي خصني من كلاب الأربعة واحد هخلص عليه وأسلم نفسي. مساء الفل يا ست الكل. جاهز؟ أنا دايما جاهز. 200 جنيه. أحلى مسا عليكي. مسا مسا يا شوشو. شوشو شوشو شوشو. مدة المكالمة 17 سنة. عرفت مصدرها؟ يا فندم، رقم موبايل 012-345-4345. والطرف الثاني من المكالمة؟ للأسف يا فندم الرقم غير مسجل ومعرفش أوصله، بس بعدها أكلم رقم تاني. فين؟ شقة فيصل في شارع العشرين. رن رنتين وأول ما الخط فتح قفل السكة. الشقة دي بتاعت مين؟ الشقة دي مؤجرة باسم أحمد حسن أنور أبو زيد، مدرس تربية رياضية، هربان من تنفيذ حكم مدته سنة. الأفندي قام بتعدي على مدير المدرسة. ومين المقيم فيها؟ ده المهم يا فندم، أبوه وبنته الوحيدة. هو ده صوتي. تحب أعمل تعميد بصورته وأوزعها كمان بالاسم؟ لا 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 لا، اوعى تعمل كده، لو ده حصل مش هنعرف نطوله تاني. أبلغ نصر عمر؟ قول لهم اللي هو حافظ عايز الواد ده فوراً.